تجي انت واحدة مروكية تخدم لك القفطان وتقول القفطان مروكي وتعال عن الجزائري وجزائريات يعني الجزائريات بارعات في الخدمة تاعهم، يخدموا القفطان ويخدموا المجبود ويخدموا الكراكو ويخدموا مانيش عارف هذا الفنون هذه كلهم يخدموها. هذا هو الخلل تاعنا، راهم يجوا يتعلموا عندنا الصنعة يتعلموها هنا في الجزائر ويدوها عندهم وينسبوها لنفسهم. لازم تكونوا فاهمين هذه. هذا هو هذه اللي ودتنا في داهية. احنا الزليج القضية تاع الزليج كان موجود في الجزائر وكانوا يخدموه الجزائريين، جاو السمك الشبوط تعلموه من عند الجزائريين راحوا يخدموا فيه، حنا الجزائريين طوروا التقنية تاعو، ما بقيناش نديروا هذاك تاع نديروا بالقطعة، ما عدناش نخدموا بالقطعة، حنا طورنا أكثر منهم ولينا نرسموه على البلاط ولا يترسم يزخرف على البلاط، تخدم عندنا هنا يزخرف على البلاط، تحولت يعني التكنيك الطريقة تحولت. هم راحوا أم تشوف فيهم دوك حصلنا فيهم، عاد يقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم وعيدكم مبارك سعيد. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد فاتحة خير على هذه الأمة الطيبة وعلى سائر بلاد المسلمين. سمعت ما قاله بونيف طبال النظام الجزائري أو بوسبير، هذا سميته بوسبير لأنه هو كان متخصص، هذه مدة هو مصدعنا بهذا بوسبير حتى جاءته القاصمة الفاصلة اللي صيفطها ليه الدكتور صديقنا المحترم عبد الحق الصنايبي وألجمه وأسكته وأهانه هذا الطبال هذا الكذاب الأشر اللي ما عندوش علاش يحشم، وهذا أكبر صنطيحة في الجزائر، هذيك الصنطيحة عنده يتلعب فيها ماتش ديال كرة القدم لا يستحي، ما عندوش ذرة حياء. وسمعتوا شنو قال؟ بما أنه عندي أنا غير مصنف مع الرجال أنا ما غنجاوبوش، ومع احترامي للنساء أنا غادي نخلي العيالات يجاوبوك قضية القفطان، بما أنك ألجمك الدكتور عبد الحق الصنايبي وهربتي من الموضوع اللي كان عندك ديما كتكرره ديما لأنك أنت عفن وكتعرف تتكلم غير في المواضيع العفنة، أنت جيتي دابا لواحد الموضوع مزيان، موضوع ديال التراث، وكتكتب المروكية كتعلم نتوما كتعلموا المروكية تصايب القفطان. سبحان الله، والله ما عرفتكم اخي ودي الجزائريين عمي كتجيبوا هاد الصلف وهاد قلة الحياء وهاد السنطيحة اللي عندكم، والله العظيم اكبر شعب مسنطح وعنده الجبهة في العالم هما الجزائريين، كتخرجوا عينيكم. انا ما غندخلش معاك في النقاش، ولكن بما انك انت لا ماشي راجل انا خلي عيالاتي يجاوبك تصنط، وفيهم يقدر يكون فيهم حتى الجزائريات. اسمع يا سي بونيف، اسمح لي قلت لك السي، اسمع بونيف اسمع. حبس دوك انا تجي شي مغربيه عندي لللايف ايا وتقول لي كوكي الكراكو اللي كنتي لابسه في عرس خوك هذاك مغربي، نعرش لها كراكو تاعنا. كيما دوك انت تزيريه تجي تقولي لي القفطان الجزائري، هان علي بي بالك عندكم شي حاجه تشبه له عندك شي لبسه تشبه داك القفطان، هي اصلا مروكيه ماشي جزائري. لا خويا ابا عن جدا قلبا وقليبا تزيري يا خويا وفحله، ونشهد بالحق ونقرص كي النحله. خلوا للناس عاداتها، خلوا للناس تقاليدها، وحنا عندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا، اشهدوا بالحق لا اله الا الله. نعلو بليس الناس ديتو لهم الزليج، ديتو لهم القفطان، واش خليتو المغاربة حنبوكم؟ حاجة اللي شدوها يقولو تاعنا. قراي التاريخ، الله ينعل داك التاريخ المزور، سكتي يا التاريخ المزور. انا ما نسحقهاش، انا نسحق انا
نشهد احنا في الجزائر انا ندخلوا قفاطن ونلبسوهم بصح تاع المغرب. كي تروحي حتى للمارشي للسوق اقسم بالله ما نكذب عليك، كي تروحي للمارشي للسوق يقول لك هذا القفطان تاع المغرب، يعني ما عندوش اسم باللي قفطان جزائري. انت حسيتيهم في قفطان هذاك شيء يسعاهم خالق هذاك شيء عندهم تحسيتيهم في قفطان يا رب. قفطان وجلابه معروفين في العالم العربي مغربيا، هذا شو حسيتيهم؟ لا تستغني المرأة عن القطع الكلاسيكية التي تتميز بطابع شرقي، ولا بد أن تحتوي خزانتها على بعض هذه التصاميم التقليدية لإطلالة فاتنة وراقية. ويعتبر القفطان المغربي قطعة أساسية للمرأة الشرقية وخاصة في المناسبات التقليدية. القفطان طيلة 4 قرون من الزمان احتفظ بقيمته في المجتمع المغربي كرمز لأناقة المرأة ودليل تراثي على الهوية المغربية. سنتعرف على القفطان المغربي، هذا الزي التراثي الذي ما يزال يحافظ على مكانته في المغرب. فالنساء المغربيات يتباهين بهذه القطعة التي تعتبر رمزا للثراء والأصالة. في المغرب لا يمكن لأي مغربية إلا أن تحلم بارتداء قفطان مغربي. مصممات مغربيات سخرن حياتهن المهنية لابتكارات وتصاميم جديدة فقط لللباس التقليدي المغربي، فأصبح لكل قفطان قصته ودخل السوق العالمية. هي السهرة التي تنتظرها النساء المغربيات من عام لآخر خلف شاشات التلفاز وعبر الإنترنت، يتابعنا آخر صيحات القفطان المغربي. هذا الزي التقليدي ما يزال يحتفظ بأهميته في المجتمع المغربي كرمز لأناقة المرأة ودليل على أصالة التراث. معرض القفطان المغربي يضاهي في أهميته أسبوع الأزياء الراقية في باريس. يعتبر القفطان المغربي من أقدم الألبسة التقليدية، فهو رمز للعادات والتقاليد الخاصة بكل إنسان مغربي، كذلك موضة متميزة تبرز بكل قفطان. عجائب الدنيا 7، وإن وجدت مكانة 8 ستكون بالتأكيد للقفطان المغربي. هذا التصميم الذي يعود عمره إلى مئات السنوات هو فخر كل رجل وامرأة مغاربية، هو الذي يشهد على عبق تراثهم، وهو الذي يكون سفيرا لحضارتهم حول العالم، سواء ظل تقليديا أو أدخلت إليه لمسات عصرية. القفطان المغربي يعد رمزا للموضة من بلاد المغرب حتى الخليج، فهو يصلح لجميع المناسبات من زيارات الأهل البسيطة إلى الحفلات، حتى أصبح اليوم لا ينازعه في تلك المكانة أي زي آخر، وتتهافت عليه الفنانات والسيدات الباحثات عن الأناقة والتميز. القفطان المغربي يعتبر واحد من أشهر الألبسة التقليدية المغربية بطابعه التراثي والعصري بذات الوقت، واللي ما زال لحد هلأ للآن الشعب المغربي بيحافظ عليه منذ القدم وبيرتدوه، حتى يعني مثل ما كتير منا بنعرف الحفلات والمناسبات. بالفعل يعني فهذا القفطان لا ينازعه في المكانة أي زي آخر فعليا، والجميل فيه أنه لم يعد يقتصر على المغرب العربي بل امتد إلى المشرق العربي ومن القارة الأفريقية إلى القارة الآسيوية، حيث يعني يرتديه العديد من المشاهير في العالم العربي في كثير من المناسبات. القفطان المغربي استوى في السنوات الأخيرة من رمز للأناقة والرقي والأصالة، وصرنا نشوفه في أغلب معارض العالم ومهرجانات الموضة. يعتبر القفطان المغربي رمزا للأصالة والعراقة المغربية التي تعكس صورة الجمال الأنثوي. هو تعتبر مدينة مكناس من المدن التي تحتل فيها صناعة القفطان حيزا كبيرا. طبعا معروف أن القفطان هو زي التراث المغربي. لا تخلو خزائن المرأة العربية من اللباس المغربي، حيث يحرصنا دائما على ارتدائه في المناسبات المختلفة. وانتشر القفطان المغربي ليس فقط في دول الشرق الأوسط وإنما في العالم كذلك. وختامها من المغرب بقصة تروى عن القفطان المغربي، والذي يعتبر من أقدم الألبسة التقليدية، إذ يعود ظهوره إلى عهد السلطان المغربي أحمد المنصور الذهبي، ثم انتشر في الأندلس. المزيد عن قفطان المغربي في هذه القصة والتي ستروى. ربما المشاهد الجزائري يشوف قصر لالا مريم لأول مرة، تقدري تعرفينا بهذه المؤسسة؟ نعم، قصر لالا مريم احنا نبيعوا القفاطن ونكريو، كذلك نجيبوهم من المروك نخيطوهم لتما، عندنا خياط سبيسيال، عندنا دي بري ريزونابلوز. يعني جبنا واحد الألبسة من الخارج كما فستان سوري كما يعني القفطان المغربي،
ولات عندنا واحد الكوكتيل كبير هنا في زنيقة العريش هذه.